باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. النهاردة 16 أبيب، والنهاردة الكنيسة وضعت لنا تذكار نياحة القديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهب. زي ما سمعنا في السنكسار الكنيسة سمته يوحنا الكوخي لأن هو ذهب للدير قعد 7 سنين، وبعد ما قعد 7 سنين في الدير من كتر التقشف ملامحه اتغيرت، وهو وراجع ربنا يعني أراد وقال له روح عيش مع والدك في البيت، فراح قعد معاهم في البيت وقال له كأنه إنسان غريب وكأنه إنسان فقير، وعرف إن باباه كان باباه خير، فقال له قال للخدام كده قال لهم أنا عرفت إن سيدكم ده خير وبيصنع أعمال خير وأنا إنسان فقير فعايز أعيش معاه في البيت هنا، فبنى له كوخ جوه البيت بتاع باباه وعاش معاه ما بين يتردد ما بين الكنيسة للكوخ، وفي الآخر خالص طلع له الإنجيل الذهب اللي هو إداهوله لما كان عايش معاهم، فعرفوا إن هو ابنهم. وفي الاخر خالص الكلام ده قبل ما يتنيح ب3 ايام لما ربنا اراد انه يظهر ان هو ابنهم، وبعد 3 ايام اتنيح وطلب منهم وصية ان هو يدفن في نفس الكوخ اللي هو عاش فيه حياة الوحدة والتأمل مع السيد المسيح. القرايات بتاعت 16 ابيب هي نفس قرايات 4 طوبة، وهي قرايات تذكار نياحة يوحنا الإنجيلي. يوحنا النهاردة نياحة يوحنا صاحب الإنجيل الذهب، فالكنيسة اقتبست أو استلفت قراءات 4 طوبة اللي هو تذكار يوحنا الإنجيلي. ويوحنا الإنجيلي أو في أحد نياحة أو استشهاد أحد تلاميذ يوحنا الحبيب أو النهاردة نياحة يوحنا الكوخي، الكنيسة بتقرأ القرايات دي حوالي 7 مرات في خلال السنة التوتية. يعني في خلال السنة التوتية بنقرأ هذه القرايات 7 مرات. يوم 4 طوبة ده نياحة القديس يوحنا الإنجيلي وهو أصل القرايات بتاع المجموعة دي كلها. ويوم 24 كيهج دي شهادة القديس أغناطيوس بطريرك أنطاكيا، وده تلميذ من تلاميذ يوحنا الإنجيلي، فبنقرأ نفس القرايات. نيجي في يوم 29 أمشير ده شهادة القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا، وده كان تلميذ القديس يوحنا الإنجيلي يوحنا الحبيب، فعش كده برضو بنقرأ نفس القرايات. ويوم 16 برمودا شهادة القديس أنتيباس أسقف برغاموس، ده تلميذ يوحنا الإنجيلي، عشان كده بنقرأ نفس القرايات. يوم 16 بشنس كان تذكار القديس يوحنا الإنجيلي وبرضك بنقرأ نفس القرايات. والنهاردة 16 أبيب بنقرأ عشان نياحة القديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهب أو يوحنا الكوخي، فبنقرأ نفس القرايات. يوم 1 من شهر الناس النسيء اللي هو الشهر الصغير دي نياحة القديس أفتيخوس، هو تلميذ يوحنا الإنجيلي وده الشخص اللي قومه بولس الرسول من الموت. علشان أصل المجموعة دي كلها هي قرايات القديس يوحنا الإنجيلي أو يوحنا الحبيب، هنلاحظ في القرايات إن كل الأناجيل بتاعة اليوم النهاردة متاخدة من إنجيل يوحنا. يعني إنجيل عشية من إنجيل يوحنا، إنجيل باكر من إنجيل يوحنا، إنجيل القداس أيضا كان من إنجيل إيه؟ من إنجيل يوحنا. في العشية امبارح كان إنجيل يوحنا 15، وده جزء من خطاب السيد المسيح لتلاميذه وهو كان في علية صهيون في بيت ماري مرقس يوم خميس العهد بالليل بعد ما صنع العشاء الرباني وبيت ماري مرقس. وماري مرقس في الأصل كان اسمه إيه؟ كان اسمه يوحنا، عشان كده بنقول يوحنا الملقب مرقس. والجزء اللي احنا قريناه امبارح في العشية ده بيتكلم عن المحبة، والقديس يوحنا الحبيب
هو يوحنا ابن زبدي، يوحنا الإنجيلي، يوحنا الرائي، واسمه رسول المحبة. عشان كده نلاقي ان الكاثوليكون النهارده كان من رسالة يوحنا الأولى. يعني أغلبية القراءات بتصب على اسم ايه؟ اسم يوحنا، ويوحنا معناه الله يتحنن. الكنيسة بتركز على نقطتين في العشية في كلام السيد المسيح له المجد لما قال إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم، بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. يبقى النقطة الأولى اللي الكنيسة عايزة تركز عليها هي ثمرة خدمة التلاميذ اللي كان منهم مين؟ يوحنا بن زبدي اللي هو يوحنا الحبيب. النقطة الثانية هي نقطة المحبة. الوصية العظمى في العهد الجديد وهي وصية المحبة. عشان كده نلاقي ان السيد المسيح في كلامه كمل وقال هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا. ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. وهو كان بيقصد بيه هنا محبته اللي صنعها السيد المسيح على عود الصليب، ان مفيش حب اعظم من هذا ان الانسان يموت من اجل ايه؟ احبائه. والكلام ده قاله السيد المسيح امتى؟ ليله الجمعه، يعني قبل ما يخش على الصليب بيوم بيقول لهم مفيش احسن من الانسان ان هو ايه؟ يبذل نفسه عن الناس اللي بيحبهم. بالنسبة لإنجيل باكر برضو كان إنجيل يوحنا الإصحاح الأولاني من آية 1 إلى آية 17، وده الإنجيل اللي الكنيسة اقتبسته وأخدته وحطته في أول صلاة في اليوم اللي هي صلاة إيه؟ صلاة باكر. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، إلى آخره. الكنيسة هنا عايزة تتكلم برضو إن المحبة هي أول ثمرة من ثمار الروح القدس. هذه هي ثمار الروح القدس: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. تسع ثمار ذكرها معلمنا بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا الإصحاح السادس، ولكن أول ثمرة هي ثمرة الإيه؟ المحبة. واحنا كمان نلنا عطية الروح القدس عن طريق محبة السيد المسيح لينا اللي أظهرها لينا على عود الصليب. عشان كده الكنيسة عاوزة تركز على نعمة المسيح، نعمة المخلص اللي امتلأ منها يوحنا الحبيب تلميذه وخادمه، ونسمع كلامه وهو بيقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. أما إنجيل القداسي أحبائي فهو إنجيل معلمنا يوحنا برضو، بس الإصحاح 21 من آية 15 إلى آية 25، وهنا بيتكلم عن إكرام السيد المسيح لبطرس والمين كمان؟ واليوحنا، يقصد يوحنا الحبيب. فبعد قيامة السيد المسيح من الموت ظهر لتلاميذه لأول مرة وهم كانوا مجتمعين في علية صهيون بيت ماري مرقس، ولم يكن معهم مين؟ توما. ما كانش معهم في أول ظهور ليه بعد القيامة. وبعده بأسبوع ظهر مرة تانية في وجود توما اللي احنا سميناه أحد إيه؟ أحد توما. المرة الثالثة ظهر لسبع تلاميذ ذكرهم معلمنا يوحنا في الآية الثانية من نفس الإصحاح، إصحاح 21. الآية بتقول إيه؟ بتذكر الأسماء السبعة اللي السيد المسيح ظهر لهم. بتقول الآية: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم، أدي سمعان وأدي توما، ونسنائيل الذي من قانا الجليل، وابنا زبدي اللي هو يعقوب الكبير ويوحنا اخوه اللي هو يعقوب
ابن زبدي ويوحنا ابن زبدي اللي هو يوحنا الايه الحبيب. ادي كده خمسه، واثنين اخرين من تلاميذه مع بعضهم هم دول السبعه اللي ظهر لهم السيد المسيح في المره الثالثه بعد القيامه. وكانوا السبعه كانوا قاعدين على بحيره طبريه بيصطادوا السمك، واتغدى معاهم السيد المسيح من السمك اللي هم اصطادوه. وبعد ما اتغدوا ابتدى يدور الحوار ما بينه وما بين واحد من السبعه اللي هو كان مين؟ القديس بطرس الرسول. والحوار كلنا عارفينه، لما السيد المسيح ابتدى يقول لبطرس: اتحبني يا بطرس؟ فقال له: يا رب انت تعلم اني احبك. وقال له الكلام ده كم مره؟ ثلاث مرات. فحزن بطرس ان ربنا بيقول له ثلاث مرات اتحبني، كان السيد المسيح بيقول له انت انكرتني ثلاث مرات، مع ذلك انا احبك ايه؟ ثلاث مرات. وفي الحوار ده السيد المسيح ابتدى يكرم تلميذيه بطرس ويوحنا. بالنسبه لبطرس السيد المسيح كرمه انه رد اليه اعتباره واعاده الى مقامه الاول بعد سقطته وانكاره للسيد المسيح ثلاث مرات. وفي الاخر خالص اتنبأ عن السيد المسيح ان هو هيستشهد على اسمه، ان بطرس هيستشهد بنفس الكيفية اللي مات بيها السيد المسيح. السيد المسيح اتصلب، وبطرس الرسول ايضا ايه؟ اتصلب، بس اتصلب كان ايه؟ منكس الرأس، يعني راسه تحت ورجليه ايه؟ ورجليه فوق. واتنبأ وقال له: الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. الإنسان في بداية حياته الروحية بيمشي أحيانا بدماغه، مش بقيادة الروح القدس، بيمشي أحيانا بحسب إيه؟ هواه، بحسب مشيئته، على قد إيه؟ على قد عقله من ماشياه من بيمشي. ولكن متى شخت فإنك تمد يدك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. وقال كده عن الروح القدس، ان الروح القدس هو اللي بيرشد، اللي هيرشده، وهو اللي هيكون معاه في الكرازة ايه بتاعته. وده فعلا اللي حصل. وقال له كده: قال هذا مشيرة الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها. والميتة اللي مجد بيها بطرس ربنا ان هو مات مصلوب، ولكنه كان مصلوب منكس الايه؟ الرأس. ده بالنسبة لبطرس. طب وبالنسبة ليوحنا؟ اتكلم السيد المسيح عن يوحنا وبين للتلاميذ والبطرس، لما ابتدى بطرس يسأل المسيح ويقول له: طيب وده؟ يعني بيشاور على يوحنا، بيقول له: طب ويوحنا دون؟ يعني انا هتمجد، طب ويوحنا هيتمجد ازاي؟ قال له ان هو هيبقى حيا حتى ان هو يموت موتة طبيعية بغير استشهاد. عشان كده، عشان هو كان اسمه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، والتصق هذا اللقب بيوحنا الانجيلي، وهو معروف باسم يوحنا الايه؟ يوحنا الحبيب. اذا الاناجيل كلها بتنصب على ايه؟ على شخصية يوحنا. لو بصينا في البولس، كان البولس من رسالة روميا بيتكلم عن الإيمان. بولس الرسول بيتكلم عن الإيمان، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع، يعني اعترفت وأمنت. اعتراف هنا مش اعتراف نعترف على أيدينا أبونا، لا، ده الاعتراف يعني الإقرار بالإيمان. زي بنقول إيه؟ أؤمن، أؤمن وأعترف للنفس. اعترف هنا مش معناه أعترف لأبونا، لا، هنا أعترف يعني أقر بالإيمان ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وان هو اتصلب وقبر وقام وصعد للسماء. لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بايه؟ بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت. فالخلاص هنا عايز يأكد ان الخلاص هو بالايمان، بس الايمان اللي هو ايه؟ العامل بالمحبة. إيمان بدون أعمال هو إيمان إيه؟ إيمان ميت. ولكن لازم تكون هذا الإيمان مصحوب بإيه؟ بأعمال المحبة وأعمال الرحمة.
الكاسيليكون زي ما قلنا كان بيتكلم عن رسالة يوحنا الأولى، وبرضو مرة تانية بيركز على إيه؟ على يوحنا، فجاب الرسالة بتاعت يوحنا هو الرسول المحبة، وابتدى يتكلم عن السلوك بالمحبة. فمن قال أنه ثابت فيه، يعني ثابت في السيد المسيح، ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو إيه؟ هو أيضا. مش معقول أكون أنا اسمي مسيحي وبسلك عكس سلوك الإيه؟ المسيح. يبقى أنا كده إيه؟ يعني ليا صورة التقوى ولكني أنكر إيه؟ أنكر قوتها. الإبراكسيس لو ركزنا برضو بيشير إلى يوحنا. الإبراكسيس كان بيتكلم إن بطرس ويوحنا هما الاتنين كانوا صاعدين للهيكل، وعند باب اسمه باب الجميل كان هناك الرجل الأعرج المقعد من بطن أمه، وكان بيسأل من بطرس ويوحنا إن هو ياخد إيه؟ صدقة. ولكن بطرس تفرص فيه وقال لهم إيه؟ بطرس قال له أنا مش معايا حاجة، ولكن الإياه أعطيك، قوموا إيه؟ يلا وامشي. فطفر وابتدى إيه؟ يمشي. فإذا التركيز كله في القراءات النهاردة عن مين؟ عن يوحنا الحبيب. والنهاردة الكنيسة عذرا الزيتون بتهنئ قدس أبونا يوحنا ياسا باليوبيل الذهبي، أخطيت، اليوبيل الفضي، 25 سنة على رسامته. ربنا يديم كهنوته لينا ويحفظه للكنيسة أزمنة سلامية هادئة مديدة بشفاعة القديسة الطاهرة العذراء أم النور مارتمانيوم والقديس يوحنا الحبيب والقديس يوحنا الإنجيل، يوحنا صاحب الإنجيل الذهب اللي هو يوحنا الكوخي، ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين. هنية خلوم اسميني.